مزيدا من التفاصيل تنضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن عبر الهاتف مرح البقاعي، الكاتبة والباحثة السياسية. سيدة مرح، صباح الخير. لو وضعنا هذه الأخبار التي قرأناها الآن عن الموقف الأمريكي تجاه الأزمة الآن أو التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية وغيرها من الأراضي المحتلة، ألا ترين بأن الدفع حول بشأن التسليح بهذه الطريقة ووصول يعني حاملة الطائرات في شرق المتوسط واحتمال وصول حاملة طائرات أخرى في قابل الأيام هو دخول مباشر لأمريكا في هذا التصعيد؟ نعم، صباح الخير لك وللسادة المشاهدين على قناة الإخبارية. أهلا بك سيد مرح. القاهرة الإخبارية طبعا. سيدي تفضلت وتحدثت عن وصول حاملة الطائرات جيرالد آر فورد، وهي من أكبر وأحدث حاملات الطائرات الأمريكية إلى المياه القومية في الشرق الأوسط القرب من إسرائيل. ونحن نعرف تماما أن يعني إرسال هذه القوة العسكرية لم يكن بهدف المشاركة في أي عمليات عسكرية، وأعلن هذا الأمر واضحا عدة مسؤولين أمريكيين من بينهم طبعا الجنرال كلارك الذي هو قائد القيادة المركزية في الشرق الأوسط، قال أن هذه القوة للردع تحديدا، تعمل مصطلح الردع، ويقصد بالردع هنا منع أي توسع للحرب إلى مناطق أخرى غير المنطقة التي تقوم فيها العمليات العسكرية، وأيضا منع أي جهة من استغلال هذه العمليات العسكرية في قيام بعملية مارب إسرائيل. هذا هو التصريح الرسمي الأمريكي، ويجب أن نحدد يعني هدف هذه أو مهمة هذه القوات المرسلة إلى إسرائيل بالإعلان الأمريكي. لكن التصريح، عفوا يعني سيدة مرح، عفوا فقط للتعقيب وأريد من حضرتك الإجابة. التصريح لبايدن اليوم لدى كلمة، يقول لدي كلمة واحدة: إياكم وإياكم، لا تفعلوا ذلك، قد تكون قلوبنا مكسورة ولكن عزمنا واضح. وهنا بايدن يحذر دولا كما جاء في الخبر ومنظمات لم يسميها من استغلال المعركة بين إسرائيل والفلسطينيين. الدخول بهذه اللغة وبهذه القوة ربما تعد المرة الأولى التي يتحدث بها رئيس أمريكي باتجاه أي مواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين. يعني كيف يمكن أن يقرأها الشارع الأمريكي؟ وألا يعد ذلك مرة أخرى، أعيد تساؤل، تدخلا مباشرا كما هو الحال في أوكرانيا؟ لفت وسؤال جيد جدا سيدي، لكن دعني أتحدث عن هذا الأمر في عدة مستويات. المستوى الأول هو المستوى الشخصي عند الرئيس بايدن عندما تحدث مع رئيس وزراء نتنياهو، ونحن نعلم أنه ما ليس في علاقة جيدة أبدا. يعني لم يستقبل الرئيس بايدن نتنياهو أبدا في سابقة في البيت الأبيض، ولا استقبله على هامش لقاءات نيويورك في الأمم المتحدة. لكن في هذه المرة بعد هذا الأمر الذي حدث كان هناك تواصل يومي، والرئيس بايدن متأثر جدا بالاعتداء الذي تم على المدنيين في طرفين الحقيقة. يعني أمريكا لكنه لم يتطرق إلى الطرف الفلسطيني، يعني ولم يتطرق إلى القصف العشوائي الذي يحدث. سيدي، هاي النقطة الثانية اللي بدي انتقل إلى، هاي النقطة السياسية والانتخابية. نعم. أول شيء سياسيا وشعبيا حتى
الشارع الأمريكي مساء جدا من الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام عن مهاجمة المدنيين أولا في بداية العمليات منذ 4 أيام، مهاجمة حماس المدنيين ومقتل ما يقارب 200 شاب وشابة في مكان عام للاحتفال يعني بأعياده. هذا الأمر يؤثر جدا على شعور الشارع الأمريكي. طبعا الرئيس بايدن سيعكس شعور الشارع الأمريكي سياسيا، وهذا الموضوع له علاقة في الانتخابات الأمريكية في عام 2024. ولا ننسى أن هناك كان الرقم المعلن عن الأسرى والرهائن الأمريكيين 9، اليوم ارتفع الرقم، وهناك قتلى أمريكيين أيضا. فهذا كله يعني يؤجج الشارع الأمريكي باتجاه معين، باتجاه دعم إسرائيل. والرئيس الأمريكي يعكس، وهو رئيس الأمريكيين ليس رئيس لدولة أخرى، يعكس رأي الشارع الأمريكي و يعني الوضع العام والسياسة الأمريكية. واليوم تم يعني نحن نعرف أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن سفر الوزير بلينكين إلى إسرائيل وسيمر على الأردن، وأنت معلمت ذلك. وهذا يعني أن أمريكا على تواصل، يعني سأعود على موضوع سفرة بلينكين سيدة مرح، لكن دعينا نتوقف عن رأي عن حول وجهة النظر الأمريكية، الشارع الأمريكي كما قلتي، وتفاعل الشارع مع هذه الأحداث. يعني هل وسائل الإعلام هناك في أمريكا لا تظهر أو لا تبين الصورة بأن القصف الذي يجري منذ 4 أيام هو أبشع حتى من العملية التي وصفت بالإرهابية التي قامت بها الفصائل الفلسطينية والتي استهدفت قواعد عسكرية قبل أن تستهدف المدنيين؟ نعم، معظم البيانات الرسمية الأمريكية تتحدث، إذا لم يكن تتحدث عن هذا الأمر اليوم، لكن معظم البيانات الرسمية تتحدث عن الطرفين، لا يريدون أن يروا مدنيين يسقطون من الطرفين. الذي يعني خليني أكون صريحة معك، أنا كأمريكية نعم ومن أصل عربي متعاطفة جدا إلى حد كبير مع الحق الفلسطيني، لكن ما حدث كنت أتمنى لو قامت حماس مهاجمة مواقع عسكرية وسكنات إسرائيل، لكنها هاجمت يا سيدة مرح مواجهات عسكرية لحظة نعم 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 كمل جملة مواجهات عسكرية بين مقاتل ومقاتل، لكن أن يتم الصور التي انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية كالتالي: أولا هناك أسرى أمريكيين مدنيين، هناك قتلى مدنيين أمريكيين، هناك مهاجمة للمدنيين في أسرتهم وأثناء نومهم غير مسلحين من قبل جماعات مسلحة. هذا بالنسبة للشارع الأمريكي شيء يعني كبير جدا. لكن خليني أكون، واليوم نحن نشرنا في منصة وايت هاوس إن أرابيك التي أنا رئيسة تحريرها، نشرنا صور التظاهرات في مختلف أو في العديد من المدن الأمريكية، في شيكاغو، في نيويورك، في فيلادلفيا. كان هناك تظاهرات مؤيدة للحق الفلسطيني تحركت بكل حرية ويعني دارت في الشوارع وأطلقت شعارات التي تؤيد الحق الفلسطيني، وكلنا مع الحق الفلسطيني العادل. المشكلة أن هذا الأمر جاء لتقويض عملية السلام التي وصلت إلى نهاياتها بين أو وصلت إلى المرحلة الأخيرة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في التوافق من أجل حل الدولتين. التوقيت هنا توقيت عليه أسئلة كثيرة، لماذا الآن؟ حماس تملك هذه الصواريخ من زمان. وأيضا سيدة مرح، لماذا الآن تستمر عمليات الاستفزاز في المسجد الأقصى وكذلك القتل العشوائي؟ نعم يعني القصد أن الكيل بمكيالين ما زال واضحا
في انتقاء الإعلام الأمريكي لهذا المشهد. على كل حال أنا أشكرك شكر الجزيل على نقل الصورة، صورة الإعلام الأمريكي كيف يصور الحالة بين يعني الفلسطينيين والإسرائيليين والتركيز على إصابة المدنيين الإسرائيليين دون إصابة المدنيين الفلسطينيين. على كل حال أنا أعتذر منك فقط لضيق الوقت. السيدة مرحة البقاعي الكاتبة والباحثة السياسية كنت معي من واشنطن، شكرا جزيلا لك.